انتشار للأمراض المتنقلة، تفاقم عدد الوفيات عند المواليد الجدد والأطفال، ومضاعفات صحية متفاوتة الخطورة جراء انتشار الأمراض المعدية، هي الوضعية الصحية المأساوية التي ورثتها الجزائر عن المستعمر الفرنسي. شهدت الجزائر آنذاك انتشاراً كبيراً للأمراض المتنقلة، أمراض تفاقمت جراء الفقر وسوء التغذية، جميعها يمكن تفادي الإصابة بها عبر إجراء التطعيمات. أول مشكل واجهناه بعد الاستقلال تعلق أساساً بالأمراض المتنقلة، وأردنا التفكير في طرق التكفل بأطفال مصابين بهذه الأمراض، وآنذاك توفي العديد من الأطفال بسبب المحمرون والتيتانوس الذي تسبب هو الآخر في عدة وفيات، وبفضل التلقيح كان بإمكاننا القضاء كذلك على الدفتيريا، السعال الديكي والحصبة. غداة الاستقلال شرعت الجزائر بالتفكير في كيفية إحصاء المواليد الجدد وتنظيم عملية استفادتهم من التلقيحات اللازمة وتوسيع العملية على مختلف مناطق الوطن لضمان تغطية صحية شاملة والقضاء على الأمراض المنتشرة. ففي السنوات الأولى التي تلت الاستقلال لم تتعدى نسبة التلقيح 10%. عام 1970 عملت الحكومة الجزائرية على إرساء البرنامج الوطني للأمومة والطفولة بإدراج البرنامج الموسع للتطعيم. ما ننساش باللي لما استقلينا، لما دحرنا المستعمر من بلادنا، كنا في حالة يرثى له قليل اللي كان يطمح حتى في الأسبيرين. صبح الطب مفتوح كل الجزائريات والجزائريين، والأطباء مجندون رغم قلتهم آنذاك، رغم قلتهم الدوم عليهم وشاكرين لهم الشيء اللي داروه، ولولاهم لما قضينا على بعض الأمراض الفتاكة ولا زالت تفتك في شعوب أخرى مش بعيدة علينا. قضينا على البوليو، قضينا على التوبركيلوز، قضينا على سوء التغذية في المدارس، قضينا وقضينا وقضينا. على مدار 60 سنة من الاستقلال حققت المنظومة الصحية قفزة نوعية في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية الفتاكة، حيث لم تسجل أي حالة إصابة بالتيتانوس عند المواليد الجدد منذ 1984 ومرض الدفتيريا منذ 2007. تراجعت نسبة الوفيات عند الأطفال الأقل من سنة لتصل خلال السنوات الأخيرة إلى 18.9 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية. كما كللت الجهود الوطنية بتقدير المنظمة العالمية للصحة من خلال 3 شهادات اعتراف تمثلت في شهادة القضاء على فيروس شلل الأطفال البري سنة 2016، شهادة القضاء على كزاز الأمهات الحوامل وحديثي الولادة سنة 2018، وشهادة القضاء على الملاريا سنة 2019. كانت لابوليو شيء طبيعي عندنا، كانت لروجال العلاج تاعها تقليدي، كانت وكان أمراض لكوكلوش وإلى آخره. دخلنا كأول دولة إفريقية وربما في العالم الثالث اللي فرضت على نفسها منظومة تاع تلقيح اللي خلت الجيل اليوم الحمد لله يتنعم بالصحة عوض الشيء اللي كنا نشوفوه في بداية الاستقلال العشرية الأولى تاع الاستقلال. المجهودات التي تبذلها الجزائر باستمرار في السنوات الأخيرة لا سيما ضمن الاستراتيجيات المسطرة بالنسبة لقطاع الصحة ستسمح للمنظومة الصحية الوطنية بالتتويج بشهادة أخرى قبل نهاية عام 2022 تتمثل في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية وعلى مرض الرماد الحبيبي. 60 سنة من الكفاح ضد أمراض فتاكة قضت على أرواح الصغار والكبار، سمحت للجزائر بالرقي إلى مصاف أولى البلدان الإفريقية في مجال القضاء على هذه الأمراض
بفضل سياسة التلقيح المعتمدة عبر تغطية صحية شاملة.